طب وانا اعرف منين بقى بغدير ان هو ده بس نصيبي في اللي فات؟ ما تبطل طمع يا عم مدحت. انا وافقتك مش عشان خايف منك، انا وافقتك عشان المصلحه ماشيه معاك كويس، فما تخليهاش خل بقى. وانا مصدقك يا سيدي ومرضي كمان بالحاجه دي، بس قول لي بقى، هو انت بتاع عربيات مضروبه ولا مخدرات ولا سلاح ولا ايه حكايتك؟ قول لك ماليش دعوه. عموما هصرف لك الحاجه من نصيبي ونبقى نتحاسب. لا يا برنس، حاجتي اصرفها بمعرفتي. هو انت ليك في الكلام ده ولا انت مش مأمن لي ولا ايه؟ انا ليا في اي حاجه بتجيب فلوس، وموضوع بقى مأمن لك ومش مأمن لك والحاجات دي اكيد مش مأمن لك يعني يا ابو غدير، وانا مش متعرف عليك في صلاه الجمعه برضه. هو ده العشاء يا حبيبي. حبيبي ابو غدير. عملت ايه مع الزفته اللي كانت معاك؟ فيها مريم، انا اول مره اشوفك متعصبه كده. ومن هنا ورايح مش هتشوف الا الوش ده. هو انت فاكر ان بعد كل القرف اللي عايشاه معاك تزودها انك تجيب لي واحده تعيش معايا في نفس البيت وعايزني افضل ساكته وحاطه جزمه في بوقي ولا ايه؟ طب هو الوش ده غيره ولا ايه؟ بلا غيره بلا زفت. طلقتها؟ طلقتها. اه، اشوف ورق الطلاق. مش معايا دلوقتي، هجيبها لك بعدين. اشوف ورق الطلاق يا اما مش هتبات في البيت. لا بقول لك ايه، أنا سبتك تكسري البيت وتعيشي دور الزوجة اللي بتغير على جوزها وعديتها، لكن هتزوديها هتلاقي إيدي على وشك اتعدلي. مش هتعدل ومش هتبات في البيت إلا لما توريني ورقة الطلاق. طب وأجيبها لك منين دلوقتي؟ لما استلمها من المأذونة هجيبها لك. وسيبيني بقى، أنا مش فاضل شغل العيال ده. أنا جعان. غرب يا خلاص روحشي. خلاص أنام خفيف. خلاص. اتجننت خالص. يا نهار أزرق على الإزاز، البيت وقع على دماغنا خالص. أنا هعرف إذا كنت طلعتها ولا بتكذب عليا يا مدحت. هاي مالك؟ طلعتيني؟ يا زياد تعالى. اوكي. هو أنت بتروح فين؟ فجأة كده بتختفي. امبارح قبل ما أتكلم مع الموظفين ما لقيتكش موجودة أصلاً. أنت رحت فين؟ لا، كان حسين لما خطفناه ونزلنا وكده كان نزل من غير فلوس، فهو راجع كلمني. اضطريت اروح يعني على طول. بمناسبة حسين، انا كنت جايبه له حاجه بسيطه يعني عشان اللي هو عمله معانا، يا ريت تديها له. طب وينفع يعني حد يدي لحد هديه عشان يديها لحد تاني؟ طب خلاص كلمه في التليفون اهو، اسلم عليه واديها له انا. طب هو يعني ينفع حد يكلم حد عشان يجي يدي له هديه؟ طب عايز يعمل ايه؟ مش انا اللي عايز، بابا هو اللي عايز. ايه؟ ازاي؟ بس انا ماليش دعوه بقى. ايه؟ انت تتعاملي مع بابا. ازيك يا ملوكه؟ امبارح انت مشيتي من غير ما تدوقي اكل، وعرفت خلاص ان المشكله بتاعت الشغل انتهت و100 100 دلوقتي. النهارده بعد ما تخلصوا الشغل انا مستنيك، اعمل لكم شويه غدا. ايه؟ صينيه مكرونه بشاميل، شويه بطاطس انا سالقهم بايديا. وانت باباك ده مش بينسى حاجه؟ عشان انا وحسين على طول بنتريق على اكله، فانت لازم تيجي تحسني الموضوع ده. لا والله يا زياد مش هينفع. بقول لك ايه، احنا مش عايزين فضايح. هتلاقي بابا داخل علينا في الشركه معاه صينيه بطاطس او حله محشي مش هنعرف نلمه. والله الفكرة بس ما فيش فكرة، احنا لازم نروح النهاردة سوا مع بعض، اعملي حسابك. اوكي؟ اوكي.